واحد من اهم المطربين على مستوى العالم يعني. ربنا يكبر خاطري. هي الفكره عندي انه الموهبه بتشكل حاجه بتاع 30-40% والباقي تكنيك والباقي شغل. شغل لازم الواحد مش شغل بس، شغل ومصابره. الواحد يبقى عنده حلم ولازم ينفذه ويعمل برنامج عمل. وانا قعدت بقول لحضرتك صابر 4 سنين عند مدام رطل وصوتي بيحلو، وبقيت لدرجه ان انا مثلا كنت بذاكر معاها في معهد الايطالي اللي هو دانتا أليجيري اللي في الاسعاف. ايوه. وابنها كان رسام تشكيلي فكان بيدرس في نفس المدرسه بس على بعد مسافه، فيقول لها انا سمعت صوت النهارده خطير، مين ده؟ قامت قالت له ده صاحبك، صاحبك زميلك اللي في المدرسه اللي انت جبته لي. فيعني كان ابتدى صوتي يحلو، ولكن انا قاعد مكتوم لان وعدتها 4 سنين ما تغنيش. وبعد كده رحت واخداني الاوبرا. دخلت الاوبرا على اساس ان انا هاخد دور تاني في روايه غاده الكاميليا اللي هي لاترافياتا. اما غنيت قالوا له لا، ده قالوا المدام رطل ده لازم ياخد بطوله. الله. فطبعا انا كنت صعبان عليا نفسي قوي ان انا هاخد دور تاني. لا راشي انا في كاروزو. شفت شوف الحياه والاصرار المثابره والمثابره. فعندي شويه موهبه، عندي شغل كتير ومثابره كتير، وهو ده اللي بيوصل البني ادم. كنت بتتمرن قد ايه في اليوم مثلا؟ هي مش عمليه في اليوم. الواحد بيتمرن ذهنيا الى جانب عضلاته الى جانب جسمه الى جانب صوته. فالعملية أنا كنت باخد مع مدام رطل 2 حصتين في الأسبوع. ولكن حوالين 2 حصتين في الأسبوع كان في مذاكرة جامدة، لازم أحفظ سولفيج ولازم أحفظ الدور ولازم أحفظ الكلام، وهي تقول لي تعالى لي حافظ الأغنية دي. أروح حاضر. مرة بقى من المرات وأنا قاعد هناك عمال بقى أغني وأخدها فتوانة على الآخر، بصيت لقيت 2 دخلوا بصوا كده ومش عارف. مدام رطل بقى كانت الله يرحمها متزوقة على آخرها. قلت لها إيه خير؟ قالت لي مالكش دعوة، تعالى شوف الدرس بتاعك. وهي قايلة لهم تعالوا اسمعوا ده. اسمعوه. مش قايلين. أنا ما عرفتهمش، ولكن وقفت أول ما هم دخلوا راحت فتحة الكتاب بتاع أغنية من الأغاني اللي أنا كنت بتغنيها بغنيها كويس بأتقنها يعني. وغنتها فقالوا وهو قعدوا يوشوشوا بعض كده. ومشوا. قالت لي انت عارف مين ده؟ ده الدكتور ساره عكاشه وزير الثقافه. وده الدكتور ابو بكر خيرت اللي هو عميد معهد الكونسرفاتوار. وانا ما اعرفهمش، ده انا عبيط يعني. ولكن مش هممني غير ان انا اغني والدنيا ايه وبتاع. فنان بقى والفن. اخدوني على الاوبرا على طول. يخش الاستماع بتاع لاترافياتا. وخدت دور البطوله على طول. كان مين بقى البطله قصادك؟ مين لاترافياتا؟ الفنانه العظيمه منار ابو هيف. والفنانة الجميلة نبيلة عريان، هما الاثنين كانوا بيتقاسموا البطولة. وانا كنت بيتقاسم البطولة مع واحد تاني اسمه المرحوم يوسف عزت نات. وكان في واحد راجل يوناني اسمه خريستودوليديس. غنى حفلة واحدة قالوا له امشي ده انت جرسون مش بس. كان واقف عامل منديل كده ولا مش عارف ايه ليه بس. ما ينفعش. طب والبيت كانوا عارفين انك بتتمرن وقاعد 4 سنين و لا انا عايز اقول لحضرتك حاجة. نعم. في قصة كده وجانب يعني هي اللي فتحت لي سكة السياحة. لأن أنا لما اتخرجت من المدرسة، المدرسة أنا كنت بدرس فيها جزويت، كنا بنشتغل ساعات طويلة طول النهار. الجزويت صعب قوي. حاجة بتاعت 12 ساعة في اليوم شغل. لما جينا لما دخلت كلية الحقوق، هي 3 محاضرات في اليوم، والواحد قاعد في نادي الجزيرة يلعب رياضة. أنا مش عارف ليه زهقت، أنا بقى بحب أشتغل وأعمل وأسوي. فرحت اشتغلت في شركة سياحة. واشتغلت في شركة سياحة دي عشان خاطر أنا كنت غلط. ورحت لوالدتي وقلت لها ممكن أخد 2.5 جنيه زيادة على المصروف اللي المصروف عشان قالوا لي وإحنا هنجيب لك منين؟ ما كانت الدنيا ضنك بقى أياميها. رحت لوالدي قال لي أوكي أنت، أنا بحب المزيكا قوي. أنا مش عارف إيه بلاك. وراح مشايعني عند ناظر الأوقاف. وقال له تدي له 4 جنيه في الشهر. رحت اول شهر قبضت ال 4 جنيه. ارتبطت مع مدام رطل مع الدنيا من اولها لاخرها. وتاني شهر بصيت لقيت وقال لي لا ما عندناش. وقف ال 4 جنيه. وقفت ال 4 جنيه. فانا رحت اشتغلت بقى في شركه سياحه. ب 10 رسائل في الساعه عشان ادفع لمدام رطل ال 2.5 جنيه اللي هي كانت طالبها. برافو برافو برافو.
اشتغلتي ايه بقى في شركه سياحه؟ شيال. ما تفرقش. شوف لا ما تفرقش والله. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، شوف الاصرار وشوف احساسك بالموهبه وانك عايز توصل لحاجه. عايز الفلوس دي عشان ادفع الدروس بتاعت طبعا. وبعدين العمليه بتاعت شيال مش عيب. لا مش عيب. انا هشيل شنطة الرياضة والجماعه بقى اللي هم كانوا معايا دولت. وانت شكلك باشا يعني، ازاي كنت بتشيلش ده؟ المفروض هم يشيلوا لك الشنطه يعني. ابدا والله، ده انا كنت قاعد معاهم، واقعد معاهم على الدكه استنى لما تيجي الدفعه الثانيه من الناس ونلزقز لب سوا. وفي رمضان يعزموني عندهم في الشرابيه فوق السطوح كمان. لا لا لا، العمليه ما كانتش بتاع بس بعد بقى فتره بصوا لقوا يعني ان انا شكلي كده، ويسمح لهم ان هم ما يطلبوا مني ان انا اشتغل في بيع التذاكر. وبتكلم اربع لغات، فاشتغلت بقى في العمليه دي. وبعدين تقدمت ودخلت في شركه تانية في المطار. وبقيت اخد 60 جنيه في الشهر بدل رقم طبعا. وجابوا لي عربيه. 60 جنيه كان كتير. كانت حاجه جامده جدا جدا جدا.